ذاتي هو بدخ. هناك قضايا أهم من النقاش حول الأغنية أو الموسيقى. هناك يعني هموم هي أثقل من هذا النقاش حول الأغنية. وهنا تحضر مقولة لأفلاطون، وهي مقولة تعرفونها إذا أردت أن تتعرف على شاعر فعليك بالاستماع إلى موسيقى. الندوة ديال اليوم العنوان ديالها الكبير هو الأغنية المغربية من النشأة والاستمرارية. ولكن اللي بغيت نشير ليه هو أن هذه الندوة غتحاول أنها يعني الهاجس الأكبر ديالها هو هاجس علمي، غتحاول أنها تقدم بعض الفرضيات اللي تبنات بشكل علمي واللي يمكن لها يعني تفسر او تعطي بعض الاسباب، ماشي كل الاسباب، بعض الاسباب اللي يمكن تكون انها ساهمت في هذا، حتى لا اسميه تطور، ولكن في هذا التوقف، في هذا الكمول الحاصل الان للاغنيه المغربيه. بطبيعة الحال الندوه سوف تتحدث عن السيروره الكرونولوجيه ديال الاغنيه المغربيه ابتداء من النشاه ومرارا بهذا، ولكن الهدف هو ان ندير واحد القراءه يعني تحليليه حتى نستخلص واحد المجموعه من النتائج التي قد تفيدنا في فهم هذه الظاهره. مهرجان عبد السلام عامر هو دعوه للرقي بالمجال الثقافي داخل المدينه اللي ولينا كنعتبروه على انه هو تلك الثمره التي نجنيها في اخر سنه لمجموعه من الانشطه الثقافيه داخل المدينه، نسعى من خلاله الى ان نرقى الى الصفوف الاولى مع المهرجانات الوطنيه الكبرى. مهرجان عبد السلام عامر هذه الدوره هذه حاول على انه ينفتح على مجموعه ديال الانشطه اخرى من غير الحفلات الفنيه، انفتحنا على المجال الادبي العلمي، وكانت اداره المهرجان حكيمه في انها تختار ندوه تهتم بالاغنيه المغربيه الى غير ذلك. هذه دعوه مفتوحه من اداره المهرجان الى الانفتاح على الثوابت المغربيه ومحاوله الحفاظ عليها، كما انها دعوه الى ترسيخ القيم والمبادئ التي تظهر بها المملكه المغربيه من خلال رعايه كل مكونات الوطنيه للدولة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.